السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم راح نكون نغطي ايضا وقفه احتجاجيه لموظفي خطوط الجويه العراقيه، خصوصا بعد ما كان تعيينهم بالمطار بصفه عقد، لكن لاسباب مجهوله تم انهاء العقد، داوموا لمدى سنوات سنتين او ثلاثه لكن بدون اي مستحقات ماليه. اليوم هم الظاهره وامام وزاره النقل من اجل حل الموضوع، حتى نتعرف عن المشاكل او عن اللي صار مع موظفي خطوط الجويه. راح نشوف اللي موجودين هنا. شلونك يا حبيبي؟ وسلم الله يسلمك. شنو التفاصيل؟ شنو اللي صار؟ يعني انتم موظفي سنه واللي معروف انه او سنتين داومتوا ثلاث العقود، يبقون عقود الى حين يثبتون. انتم من 2017 و2018 و19 ولحد الان ما انحل موضوعكم؟ طبعا احنا جايين نعاني من مشكله كبيره، الا هي احنا تعيننا بسنه 2016، تم تعييننا بامر وزاري بزمن الوزير الحمامي كاظم فنجان الحمامي. تم تعييننا ب 2016، داومنا ما يقارب سنه كامله براتب. كان مديرنا المدير العام كان سامر كبه بوقتها. بعد السنه تم قطع رواتبنا. بعد السنه؟ اي توقفت رواتبنا. السنه كامله داومنا احنا براتب. سنه كامله براتب؟ براتب. سنه ثانيه داومنا بدون راتب. قمنا نجي المطار نجالس على ارواحنا، على وضعنا، على عوائلنا، على مقدراتنا الماديه، ونجي ندام نضغط على ارواحنا السنه كامله. داومنا هاي السنه بدون راتب. بعد السنه قاموا يضيقون علينا. اسحب باجك، توصل المطار يعطيني باجك، انتم ماكو رواتب، انتهت خدماتكم، كذا من هاي الامور. انتهت رسميا مثلا حسب ضوابط لا ماكو، يعني تم خروجنا لان قطع رواتب واحد، قطعون راتبه. وعنده فد عائله، عنده برقبته بس 7 نفرات، هذا وين يقدر يساق ما بين الخطوط وما بين معيشته؟ اللي عندهم عوائل وعندهم مضحهم المادي تعبان، هذا قال لك انا بعش عندي جاي. انا ادير وجهي وراح اقعد اشتغل غير شغله، اللي اشتغل تاكسي واللي اشتغل عنده قضيه اخرى واللي عنده فد محل او راح استرزق الله بعد. وبالتالي حق هذا، انتم خريجين وتعينتوا هناك وداومتوا سنه كامله بدون راتب. بعد السنه بعد تعرف طشت القضيه، الاخوه اللي قدر يبقى بقى، اللي ما قدر وما قاوم بطل. يعني بقى شلون بدون راتب؟ بقى بدون راتب يداوم على امل يعني انه على امل على انه بس شلون صار داوم؟ داوم صار متقطع كذا هيج. المهم اقصى في الترتيب داخل الخطوط. بعد هاي الفتره الاخوه، بعض الاخوه جزاهم الله خير، تحركوا على قضيتنا. احنا ما يقارب اكثر من 400 عقد، يعني نوصل ل 500 عقد ما بين اجر وما بين عقد. بعض الاخوه جزاهم الله خير تحركوا على هاي القضيه، سووا قائمه قدموها الى شركه خطوط جوية العراقيه. احنا ما يقارب 300 عقد واكثر من 150 170 190 اجر قدموا طلب. يعني عداتكم الكليه توصل؟ توصل ل 500 حوالي، اكو حد ما يدرون لحد الان. وهم تروح تنظر الى ظرفه جدا تعبان، جوز حتى ما يدري ما عندنا انترنت يجاوب. بعيدا عن هاي الامور، هو حق هذا؟ هذا حق. فراحوا قدموا طلب السيد الوزير وجزاه الله خير مشكور، خاطب شركه خطوط جوية العراقيه على ان عودتنا. شنو رايكم؟ تعرف الوزير يخاطب الخطوط يشوف الراي. ابو الخطوط جوية العراقيه كتب لنا لا مانع لدينا بهذا بخصوص الاخوه. الكتاب كمل على حسب الاصول، جهزنا القوائم، رتبنا الامور، دزيناها الى وزاره النقل. وزاره النقل بعد بدورها تكون تجاوب. هذا الخطوط هي رايدتنا. الخطوط ما عنده اعتراض على مشكلتكم؟ ما عنده، عندنا موافقه. أوكي. موجوده الموافقه اذا عند احد الاخوه شايله وياه. موافقه الخطوط لا مانع لدينا. ودزينا الكتاب لمن؟ وزاره النقل. شو تقول وزاره النقل؟ وزاره النقل يعني صار هم يقارب اكثر من 15 20 يوم يماطلون بالكتاب. يعني احنا نطلب من سياده الوزير الكتاب يحل مشكلتكم ويحل مشكلتنا. عودتنا يصدر امر بنا، احنا مفسوخه عقودنا، احنا مو نريد نتعاقد. والشركه من الشركات التمويل، الشركه من شركات التمويل الذاتي، يعني مو شركه مثلا جاي تاخذ رواتب من الماليه او تاخذ، لا هي شركه رابحه وشركه تمويل ذاتي، شركه طيران. فاحنا قضيتنا مفسوخه عقودنا، الوزير بدوره بس يوافق. اذا وافق الوزير وطي اشعار هامش الى السيد المدير العام لخطوط الجوية العراقيه بعودتنا ثانية واحنا نعاود. وحان حال اخوتنا المحاضرين هم تظاهروا وكذا وطالبوا وافقوا السيد رئيس الوزراء. حتى بوزارة التعليم ايضا نفس القضية. في وزارة التعليم، في وزارة النفط، البارحة نفط ذي قار اجور هسه مو سيد رئيس الوزراء، اجور كذا، اجور الباحة عاودهم وحولهم الى عقد الى 315.
احنا ما مطالبين سوينا تثبيت وكذا، احنا مطالبين ان نرجع عقود في شركه خطوط جو العراقيه في مواقعنا، والشركه محتاجتنا. يعني لو كان مدير عام شركه خطوط جو العراقيه انه هو ما محتاجنا بهذا الدور يقول يابا انا ما محتاجكم. لذلك احنا نريد انه السيد معالي الوزير ان يوافق ويشعر شركه خطوط جو العراقيه بعودتنا. وشكرا جزيلا. شنو برايك اللي يمنع الوزير انه ما يخلي يوقع؟ صار الاسبوعين والله الوزير لحد الان ماكو لين الهامش مالته دوها وين بخانه الخطوط الجويه العراقيه، على اساس احنا عندكم تخصيص مالي لهم واحنا بالنسبه لنا بدون تخصيص مالي، احنا دائره تمويل ذاتي ما يحتاج لا تخصيص مالي لنا ولا كل شيء، احنا عقود كنا تشغيليه وما يقارب اكثر واقل واحد فيهم عنده خدمه 4 سنوات 5 سنوات واصحاب شهادات والاجور حتى دكتوراه عندنا هنا، وعندنا شباب هنا اقل خدمه عده 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات وسنتين بدون راتب. صارت مشابكات البقيه بقى، يعني شلون نوضح دفع فلوس بقى ما دفع فلوس ما ثبت دفع فلوس اي عده واسطه وعده راتب اي عده واسطه وعلى الواسطات على الواسطات وعلى الاحزاب تعينت العالم الما عدا شوفوا ما عدا واسطه على قدامك لا عدنا احزاب لا عدنا حد يعني احنا اصحاب شهادات احنا اقل شهاده هسه جاي هذا ولد من كربلاء دكتوراه يعني دكتوراه واقف دكتوراه يعني ماجستير ودكتوراه هسه انا جاي احكيك خريج قانون بكالوريوس قانون موجودين هنا اليوم حتى المحافظات مو فقط بغداد حتى المحافظات احنا يعني اقل شهاده عندنا دبلوم يعني عندنا الماجستير عندنا الدكتوراه عندنا البكالوريوس عندنا جميع الشهادات يعني ماجستير وبكالوريوس دكتوراه يعني اقل شهاده قلت لك يعني دكتوراه يوقف مظاهرات يا صارها يعني احنا ما عندنا احد يعني مثلا وما عندنا اي حزب معين احنا بس الله سبحانه وتعالى عندنا احنا نطالب محمد الشيعة السوداني سولكم حزب يا شراد هسه على هاي الاعداد سولكم عادي والله نروح هسه بس يعني العالم وين ما يردون نروح وياهم بس احنا شنو ذنب خطيه العالم جاي بالخمسه جاي من كربلاء وجاي من النجف وجاي من البصره يعني شنو ذنب هاي العالم يعني عالم على على ارزاق خطيه يجور سنتين بقينا احنا بالراتب شنو ذنب هاي العالم وزارة النقل هسه ما خرج منها اي ممثل ما لحد الان احنا من الخمسه واقفين ما حد خرج لنا وما حد قال على عينكم حاجب يعني ما حد يجي يعني ولا واحد تعرف احنا ما عندنا حد بس الله سبحانه وتعالى اي خير معنا اي واحد معنا بالدوله رئيس الوزراء اي واحد وبالاخص طالب رئيس وزراء رئيس الوزراء احنا نطالب هذا الموضوع تدخل لان احنا اليوم مظاهرات باكر اعتصام كلكم ما متعينين هنا كل احنا عقود والورانا جوي صاروا على الملاك الدائم وتخصصتهم درجات وظيفيه واحنا هاي قدامك الشباب كلها شهادات خسروا لا شو نقول على قولته ان لا حظه برجيله ولا سيد علي اي هاي احنا اولى بس من اللي يجينا ويقول لنا انت اولى احنا نطالب رئيس وزراء تدخل فوري بهذا الموضوع استاذنا العزيز احنا صارت هناك بالخطوط الجويه صارت تعرف يعني كل من منتمي لفلان حزب خابره وقال له تعال تعرف انت سنتين احنا ما كراتب يعني مدراء الاقسام الله يحفظهم تعاونوا ويانا يعني قالوا يعني بالشهر بالاسبوع تجون 3 ايام 4 ايام اسبوع تجون 4 ايام تعرف انت يعني انا هسه مثلا بيتنا بالزعفرانيه اذا اريد تاخذ تاكسي 10000 مثلا ورجع 10 20000 زين انا ماك لا شغل ولا عمل تعرف انت وبقينا احنا سنتين احنا بلا راتب تعرف يعني سنتين اصحاب عوائل يعني احنا واحنا اصحاب اي يعني اصحاب عوائل احنا يعني اقل هسه واحد بينا عدة 3 عوائل 4 يعني تعرف انت يعني اسوتنا واخوتنا احنا ما رايدين شيء بس الخدمه رجعنا ومدراء اما مطينا ابو الماليه مطينا لا مانع لدينا ابو القانونيه المدير يعني الوزير بس المدير العام الله يحفظه الوكيل الاداريه ماكو كل موافقات عندنا حصلنا على جميع الموافقات قضية يم الوزير بس هامش الوزير القضية يم الوزير احنا نطالب الوزير بالاخوه بالابوه يعني احنا ما جايين هيك وتعرف انت يعني احنا اصحاب شهادات درسنا وتعبنا على نفسنا قلت لك عندنا احنا دكتوراه وعندنا ماجستير وعندنا بكالوريوس واقل شهاده دبلوم يعني تعرف يعني اليوم يعني كل من يعني فش تسوي بعد بقت يم الله سبحانه وتعالى ناشد شكو شخص معني بالدوله شكو يعني شخص معني شكو خير شكو ان ينظر لحالتنا يعني احنا ناس تعبنا خدمنا الخطوط احنا خدمنا 3 سنوات بين 4 سنوات و5 سنوات صورك عالم ل 2021 بلا راتب من 2017 اي لل 21 هذا على عندنا موجودين يعني اللي داوم يعني مو تعرف احنا استاذ علي بس اسمح لي تعرف احنا يعني عندنا بصمه كانت عندنا بصمه وتعرف احنا من كان عندنا بصمه ما يصير غيابات سامونا احنا صار كانت بصمه عندنا فلذلك غصبا علينا نجي شهر احنا ما دخلونا وبقينا شهر شهرين ما دخلونا وبقينا واقفين بالباب
باب المطار؟ اي والله، ننتظر اي واحد بس يدخلنا. يعني تقول عبالك مشردين، تقول عبالك مو اصحاب شهادات، يعني ما خلونا ندخل شهر، ما خلونا ندخل، يوميا نجي ونرجع. يعني عانينا معانات، ما يعني ماكو شيء معانات يعني. نتمنى ان شاء الله الحل يقرب، يعني خصوصا انه اليوم الموجودين هنا هم حمل الشهادات، سواء ماجستير او دكتوراه او دبلوم، فبالتالي الموضوع صعب. علي شلونك؟ حبيبي علاوي، اول شيء يعني اشكر تواجدك وتلبيتك للدعوه، وانت سباق طبعا بالخطوات الممتازه. انت اليوم عين من تظهر على يونايتد على النقل؟ احنا اليوم ان شاء الله غلبيكم ومطلعيكم والله. علاوي انت تعرف هاي كلها شباب داومنا على حب الله، فجأة قطعوا رواتبنا وقالوا لنا يلا توكلوا بالله. الكتب جانا تجينا طبعا مخيفة، طلعوهم من يتحمل مسؤوليتهم، انه كيف يدخلوا للمطار، ومن التفاصيل يعني تهديد وتضييق علينا. الباجات وقفت، التسهيل المهمة بعد ما دخلونا قمنا ندخل على قصاصة، نوقف ساعة حتى بس ندخل على قصاصة، وانتاني بلك عسى وعلى الواحد يدخلنا المطار. تعرف براتب ماكو، وانت تطلع بالستة ترجع بالخمسة العصر، وتعرف عندك عائلة وعندك التزامات. بقينا سنة وأكثر على هذا الموضوع بعد ما تحملنا هذا الموضوع. لو مملين نفسكم يعني انتم اليوم حتى ما بدون تقدمون على اي تعيين ممكن؟ ما تقدر على الاقل، انت اسمك موجود وانت عندك وظيفتك وانت مداوم وانت مقدم. شركه رابحه، شركه تمويل ذاتي، يعني ما عندها اي عبء على الموازنه، هاي شغله. ومو بس مكتفيه ذاتيه، لا هي دا تمول الوزاره، شركه رابحه بارقام، يعني ارقام كلش كبيره. انا كنت اشتغل بالقسم المالي خطوط الجويه، انا احكي لك بالقسم المالي كنت اداوم، واكو ارقام ارباح بيها يعني هي تمول وزاره كامله، والوزاره والشركه محتاجتنا. طبعا انا احكي لك عندنا شباب بالعقود اللي جو ويانا العقود طلعوا صكوك بمليارات، وعندهم كتب شكر لان طلعوا فلوس ميته، فلوس بمليارات طلعوها، شباب والله هيك بمجهود ذاتي راحوا طلعوا فلوس وجوي، فالشركه محتاجتنا. بس قلت لك وقفوا، راتب ماكو، اللي بقى قدر سنتين واربع اشهر بلا راتب، اللي قدر يرتب اموره وبقى يداوم هذا بالعافيه عليه وقدر يصمد. يعني اذا نجيب هالعلاقات، جانب العلاقات المحسوبيات، هسه اليوم المدراء العامين وياكم، خطوط الجويه وياكم، الموضوع يم الوزير صار. الموضوع يم الوزير، واحنا نريد نستعجل بهاي الخطوه، لانه اذا انقرت الموازنه حقيقه، اذا انقرت الموازنه راح يقول لك الاشعار اخر. بعد الاشعار اخر، ويكون بمعلومك طبعا، حتى اللي بقوا سنتين وشهرين بلا راتب، هذول ما ثبتوا يعني حبا بهم، اجت وجبه، والوجبه محسوبه الشخص ما يقارب 400 شخص، زين من عشيره الفلان، ما اريد ذكر اسماء، ثبتوهم، فاللي بقوا بسنتين، زين انا سنتين بلا راتب، واجوا 300 و400 واحد ثبتوهم، ليش؟ لان تابعين العشيره الفلانيه. فيلا همين تظاهروا، يلا ثبتوهم، احنا هسه همين باخوتنا واصدقائنا. بس اليوم التظاهرات راح تستمر؟ لا يعني اليوم وباكر وعقبه الحين ان شاء الله. ان شاء الله احنا اول شيء املنا السيد رئيس الوزراء استاذ محمد الشاع السوداني، اللي حقيقه يعني من اجى لليوم هو خطواته مع العقود مع الاجور، يعني اللي شغله تمس المواطن الفقير استاذ محمد الشاع السوداني دي يركز عليها وسباق بها حقيقه. فاحنا ولدك يا استاذ محمد الشاع السوداني، واحنا هذا وظيفتنا، احنا ما جاي نريد وظيفه، احنا ما نريد، لا هاي وظيفتنا، بس انقطعنا عنها لاسباب، اسباب يعني ما قدرنا ندوم. خارج ارادتكم يعني، مو ارادتنا، سنه كامله للمطار، انت من الزعفرانيه للمطار اطلع بالسته وارجع بالخمسه العصر بلا راتب، ما ترهم، واحنا عندنا عوائل. فصوتنا للاستاذ محمد الشاع السوداني، وصوتنا للاستاذ رزاق محيب السعداوي الوزير المحترم، زين هو حاليا مسافر، يعني هسه احنا يعني من نقول لا الرجل حاليا مسافر، نلتمس من عنده العطف الابوي، وهذا حقنا، ابسط حقوقنا، احنا شباب وعلى باب الله وعندنا عوائل وهي وظيفتنا، احنا اكثر من قلنا لك انه ما نريد نتعين، لا هي وظيفتنا موجود. انتوا غير حقكم ما جاء؟ لا غير حقنا، وبالادب وبالترتيب ما نطالب، لا عندنا ناس الحمد لله شكر، لا عندنا ناس من النوع التجاوز او السيء ادب، لا كذا، مطلب رسمي بسيط وحقنا مجرد توقيع، نرجع لوزارتنا ولشركتنا اللي احنا مداومين بيها ومحتاجتنا ودنا نشتغل ودنا نتعب بيها. هذا كل الموضوع بسيط جدا، توقيع من الوزير وشركه محتاجتنا. استاذ سالت سؤال قبل شويه، طبعا انت قلت شو وقت انتهاء المظاهرات؟ المظاهرات يعني يم الوزير، وزير يوقع، احنا كل من نروح الشغله ودائرته يعني احنا الوزاره يعني هي موقفه هذا التوقيع، يعني توقيع من الوزاره، احنا مثل ما قالوا لك الود ما اريد اوافي عليهم اكثر من الكلام،
يعني قالوا لك بكل الامور، قالوا لك من مدير ماليه، من موارد بشريه، من كل المدراء، مدير عام المطار، كلهم موافقوا. بقت الشغله من الوزاره، احنا كل اقسامنا ساندام قسم الهندسه شعبه الافيونك، يعني من طبتهم قالت الله جابك من السماء، يعني انه لين محتاجين ما عندهم موظفين، يعني شخص محتاج يقول الله جابك من السماء لمديره، يعني تقول له هيك يعني شتطر. يعني هم يريدون الموظفين ذول هم يطالبون بيهم، هم يريدون يرجعون. احنا شغلتنا من الوزاره، يعني شغلتنا توقيع من الوزير، واحنا هذا حق مطلوب ولا بد ان ننفذوه، حالنا حال هاي العقود كلها، يعني وزاره الكهرباء، التربيه، التعليم، كل العقود رجعوا، كل العقود باشروا، وكل العقود داموا، بس احنا واحنا عددنا مو هواي، احنا تقريبا 500 واحد، 500 شخص، واحنا مو ذاك الرقم العالي اللي توقف ميزانيه او توقف ها وتمويلنا ذاتي، يعني ما نحتاج الى ميزانيه وماليه وكذا، فاحنا امورنا محسومه. واحنا مو نريد نتعين، لا احنا اصلا عندنا اوامر اداريه وعندنا عقود وباشرنا. اسالك سؤال بالله، اي موظف هسه يقدر من المدائن، من الشعب، من الزعفرانيه، من اي مكان يروح للمطار يوميا، يروح بتاكسي نقول ويرجع بتاكسي من غير راتب؟ بس كراويك راتب ناهيك عن الملابس والاكل والشرب والراحه والجيه، واحنا كنا قوتنا يومي. يعني انا اليوم من ادام بالمطار 3 سنوات او 4 سنوات زين بدون راتب، شلون مين عايش جهالي، مين عايش اهلي؟ زين هاي الامور كلها تنحسب لنا. هاي احنا مو يعني بطلنا بطر او عفنا دوام بطر، لا احنا مجبورين. انت اليوم اعطيني راتب ووفر لي وانا ملزم، مو صح؟ زين اذا انت ما موفر لي راتب ولا موفر لي يعني ما توفر لي كل شيء، شلون اداوم؟ شلون اداوم يعني؟ زين انا عندي جهال، عندي بيت، عندي مسؤوليات وقوتي يومي. فهذا الموضوع اخليه بنظر الاعتبار. احنا نخاطب رئيس الوزراء محمد شجاع السوداني ونخاطب وزير النقل ان ينظرون قضيتنا باسرع وقت ممكن. لان احنا ما نريد هذه المظاهرات وهاي الشباب هاي العالم، وما عندنا، كنا خريجين، كنا بكالوريوس ودكتوراه ودبلوم، ما عندنا واحد مو خريج، ناس حملت شهادات. يعني كفر وحرام حق الاسلام، حرام حق الشعب العراقي. هاي وقفتنا احنا بهاي الشمس وهاي المعاناه، والله كفر. عندنا محمد شجاع السوداني يقول عندنا ميزانيه فاضه، وعندنا ميزانيه تغطي نستثمرها. احنا محتاجينه، لو ما محتاجينه نقول لكم لا والله ما محتاجينه وما مخاطبين بينا وانتهى الموضوع. يا اخي عندنا ميزانيه، كفر بحق الشعب العراقي. هذا مو توسل، هذا حق. احنا اليوم نطالب حقنا، انا ما اناشد، انا اطالب بحقي وحق هاي الشباب، لان هاي الشباب مظلومه. زين وداومنا وعانينا، ما عانينا، داوم سنه وداوم 6 اشهر وداوم سنتين، زين يعني مداومين، يعني مو عارفين الدوام، اكو داوم بس ما قدر بعد، ما قدر يتحمل طاقته، نفذت. تقول لك انا بعد ما اقدر، لازم اترك. انت تعطي راتب ذاك الوقت هو ملزم. فاني مناشدتي لكم عن طريق مطالبتي من خلالكم رئيس الوزراء والوزير النقل. شكرا جزيلا. لا وبسين، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ والله يا علاوي احنا الوزارة النقل طالبوا بينا، يعني لا بالقديم طالبوا بينا كخريجين سياحه ونداوم بالعاشه تومين المطار. فداومنا قالوا من تخلصون الشركه شركه هي من الاجور، من الاجور حولونا للشركه، من الشركه جاء اساسا حول عقود على الخطوط الجويه، على الخطوط الجويه العراقيه. يعني احنا ما ردنا نحول على شركات اهليه، ردنا نبقى على الخطوط الجويه العراقيه لاجل تثبيت تعيين مستقبل. واحنا خريجين سياحه وفندقه، يعني بال 2013 طبقنا بمطار بغداد، طالبون الخطوط، طبقنا هناك سنه وقالوا متخصصون تطبيق احنا راح نثبتكم. هذا الكلام اخذتوه وعد من يوم، وعد من يوم من المدير ومن الوزير نفسه. عاد جت بعد الشركه ب 2015 ما قدرنا نثبت، حولونا شركات عقود. و 2017 فسخوا عقودنا، اجى كتاب من سيد حيدر العبادي فسخ العقد مالتنا كعقود، ماكو بعد ما لو تثبيت لو ماكو موازنه، ماكو وما نفد المخصصات. ف عزلونا عن الدوام ان شاء الله. واصل ان شاء الله حبيبي الله. اريد اناشد من خلال قناتكم الموقره الى السيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشجاع السوداني ولا وزير النقل المحترم رزاق محيبس ان ينصفنا. انتم حكومه عكس سابقاتها من الحكومات، حكومه اصلاحيه، وان شاء الله تنصفونا. نحن مجموعه من الاجور والعقود ومهمشين، وان شاء الله بيكم الخير حبيبي. شنو المطالبه اللي والله نطالب من يعني سيد وزير النقل العوده والموافقه على كتابنا هذا، يعني هذا اللي نطلبه.
اللي احنا من الخريجين واللي القدامى اللي داومنا بمطار بغداد من سنة 2013 حبيبي. عمو الشهري الكرامي، بالتالي إذن هم اليوم إذا ما ردنا نتحدث عن أعداد اللي موجودين هنا الموظفين قرابة 500 شخص، إنه بين العقود اللي موجودين هناك وبين الأجور قضيتهم سهلة، خصوصا إنه هم شركتهم شركة الخطوط الجوية هي شركة تمويل ذات، تعتبر باعتبار إنه رابحة، ما إنه تخسر وزارة النقل فد أموال من ميزانيتها السنوية، فباعتبار إنه الشركة محتاجتهم وأيضا هم أيضا محتاجين عملهم ومحتاجين هذا حقهم. فعلى وزارة النقل إنه نتمنى إنه يكون لها فد موقف واضح وصريح تجاه هاي الشريحة. متواصلين وياكم، خليكم معنا. الوزير ترى احنا عندي معلوماني، الوزير ترى انسان جدا متواضع، انا عندي معلومه ومعلومه متاكد منها. الوزير من عائله مجاهده، من عائله يلزم الناس المجتمع، وشاب حاله حالنا ترى، مو كبير الوزير هذا، مو على بالكم مثلا من 1980، والوزير مال 80، يعني محاله حالنا يعرف طبقته شنو الوضع. احنا هاي اللجنه على الاخ علي عباس، سامر، سيد علي، احمد جاسم، احنا ما راح نختار 20 ساقي، راح نختار 3. هاي وحده، 2 اخوان الجانب الاعلامي فدوى روحي، انا اخذت اسماءكم سجلتها. احنا عندنا صولات، صولات تبدي من بعد 9. تقول ذاك اليوم قاعد انا يم الطبيب، يم الطبيب اطفال يمي والولد يراسلوني، ونزلت وياهم صوله، والقاعدين يمي، قاعدين يمي اخوان صروا يعني بالميدان صروا قاده، قاعدين يمي بهذا كنتوا مفتوا تليفوناتكم بدون مظلومين انزلوا. والان فتحت تليفوناته وتفاعلت بالوضع. اخوان اريد من عندكم اولا تتفاعلون، اذا ارسلنا صفحه في الفيسبوك ننزل بها، الكل ننزل بها، كل واحد يكتب له 4 تعليقات. احنا 7-8 بس يحضرون، احنا عددنا 230 حضر 7-8 بس. التيزون سوى الهاشتاج، سوى هاشتاج نزل بالمجموعه، الكل بتويتر سوى هاشتاج، خاطر الوزير صلى عليه. التويتر اولا عليه نظره دوليه ونظره داخليه. يوم القائمة الوزير يكون الوزير طاب بإنتاج هذا العدد هم كله موجود والحضور الريد الحضور بعد أكثر شباب لبنان قرر الحضور بعد أكثر اليوم بعد أكثر مقابل أول وزير 76 واحد هاي القائمة شوفوها 70 76 واحد وإحنا 400 على سيد علي بالجروب يصح يوم عودين إحنا عددنا 75 70 واحد كل واحد مستعد أسوي قائمة بيكم أطبوها للوزير والهذولة. هي بس هاي القائمة بعد أنا بعد ما يجي بس هاي القائمة صار علي 90 هذا اللي بنحصل قاعدين 90 إحنا احنا بالنسبه راح ندخل هاي القائمه يعني اللي مثل ما نعرفه انه هاي السنه هو شعار لكل الوزراء الموجودين بالدوره الحكوميه لدوره دوله الرئيس محمد الشيوعي السودان، انه شعارهم هي سنه توفير الخدمات. فبالتالي احنا اليوم اذا اردنا نتحدث عن الخدمات والمطالب يجب يعني يكون انه لكم فد انصاف بهذه القضيه. طبعا لازم ينصفونا، احنا داومنا من 2016 عندنا اجور، قبل 2016 عندنا عقود، ورا 2016 لحد 2021 داومنا تقريبا سنه براتب، بعدين قطعوا رواتبنا، قمنا نروح على يعني على حسابنا الخاص، اللي يلحق يروح ويا الخط يروح ويا الخط، واللي ما يلحق يروح ويا الخط نفرات تاكسيات. انا بالنسبه لي كنت دائما اطلع 6 الا ربع 5 ونص يلا احصل اروح للمطار. تمام، هذا الوقت كله احنا يعني دندام بلا راتب بس على مود نحصل هالموافقه. فجاه تفاجئنا انه ما قبلوا الاسماء، ما صعدوها. والله شنو انتم عقودكم مضروبه يا بل، ليش عقودنا مضروبه، شلون عقودنا مضروبه، اي ما نقبلكم. قعدونا سحبوا، بعدين احنا رغم انه هذه ظاهرنا باب الخطوط، ظاهرنا بكل يعني وصلنا صوتنا للمدير العام، قال اي راح ارجعكم. بني جانس سحبوا باجاتنا من عنا بعد من الدخول، يعني كل يوميه احنا نوقف نوقف بتشيك بوينت يعني بس على مود ندخل ما نقدر، يعني نظل ساعتين حتى ندخل للمطار ما قدرنا. احنا اكثر من 500 عائله، 270 عقد والبقيه اجور، اللي داوم بلا راتب. احنا تمويل ذاتي، شركتنا موافقه ترجعنا. المشكله يم وزير النقل، كتابنا حصل موافقه من القانونيه، حصل موافقه من 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 الوكيل، الوكيل وافق وصعد الكتاب وزير النقل، وحاليا هو يم وزير النقل لا يعني ما دا يوافق عليه، ما اعرف ليش.
نتمنى انه ينصفنا ينضرب امرنا. يعني احنا مظلومين، يعني كنا خريجين، كنا اصحاب شهادات، اقل واحد بينا عنده دبلوم، عندنا اثنين ويانا عندهم دكتوراه، ليش يعني الى متى احنا نظل هيجي؟ ما اعرف. يعني اتمنى صوتنا يوصل من خلال هذه القناه، يوصلون الصوت وينصفونه، يعني بس الانصاف اللي نريده من هذا الوقت. اذا هو فقط الانصاف، هاي الشريحه تحتاج الانصاف وباعتبار هذا حقهم، لكن يوم جاي اشوف انه حتى الامهات جايه والاطفال، هذا ابنك الله يخليه. اي والله ابني. شنو اللي خلاه؟ عوائل ما يعني ظلم، ظلمونا كلش هوايه. زين قاموا ما يدخلون المطار، قلنا نداوم بدون راتب، هسه احنا ما رايدين شيء، يعني حيثبتونا حالنا حال اللي ثبته. زين جاي ويا الطفل اليوم؟ اي والله جبته ويا. لا لا ما اخاف عليه، اي والله اريد حقي، يعني ماكو شيء. بس انا هم راح اناشد ايضا بدور الخاطر هذا الطفل، انه تنظرون بقضيه هؤلاء اللي موجودين هنا موظفي الخطوط الجويه العراقيه، لان باعتبار قدموا ما قدموا وعملوا بالفتره السابقه، رغم انه كان الاجور او حتى العقود وبدون راتب يعني لفترات طويله، لكن اليوم هم ايضا هذا حقهم. حق من حقوقنا هذا. اي والله حق طبعا. اي اكيد. الله يخليك. والله أنا كل اللي أريد أقوله إنه إحنا درسنا وتعبنا، أقل واحد بينا من اللي حاضرين شهادته دبلوم، بينا دكتورة، بينا بكالوريوس، أعمارنا بالثلاثين، يعني إحنا هسه بالثلاثين وما نصفونا وما أخذنا حقنا بمكاننا بالوزارة. من يسار 35 أصلا ما يحق له التعيين، وتعرف هسه ده يطلعون تقاعد من وقت. زين احنا شو وقت بعد ناخذ فرصة انه نقدم شيء للبلد؟ وبعدين داومنا سنة بلا راتب يا شركة الخطوط، احنا سنة كاملة داومناها بلا راتب، سنة كل شهر تقولون راح نثبتكم وابقوا واستمروا اللي حد ما بالتشيك بوينت، بعد سحبوا الباجات ومنعونا انه نكمل بالوظيفة. زين ليش انتم سنة كاملة؟ لو عندنا احزاب، لو عندنا واسطات، كان اكو ورانا ناس ما داوموا السنة اللي احنا داومناها بلا راتب، اكو بنات ما داوموا واكو شباب ما داوموا، والله شنو عندهم واسطة؟ زين احنا شنو يعني اللي ما عنده حزب واللي ما عنده واسطة شنو ما حد ينصفه؟ تعتقدين انه واسطات هي؟ طبعا الواسطات تلعب دور، يعني ايش معنى ابن فلان او ابن فلان وكيل او فلان وزير او فلان نائب ما داوم، ما كان له حق انه يداوم بس خلوه يداوم، على اي اساس؟ احنا هم يعني هسه نصير نريد من عندكم انصاف حالنا حال اللي ثبتوا قبلنا، يعني يمكن ما عندنا واسطه، يمكن ما عندنا حزب، بس نطلب من محمد الشياع السوداني ان شاء الله انه ينصفنا. شركتنا موافقة، مدير الإداري مالتنا موافق، مدير الخطوط موافق، الوكيل وافق، باقي بس على توقيع الوزير، وإحنا شركة تمويل ذاتي، يعني إذا ما تنصفونا ما كنت صاف بالموضوع، لأن هذه الدورة ممكن هذه الحكومة اللي بالوقت الحالي حتى أنتوا أيضا بنفس الوقت، أنه الحديث هنا من قبل المتحدثين حكومة مقدرة الوضع، مقدرة المواطن العراقي، شاعر بالمواطن العراقي وحاسه، فممكن انه بالايام. احنا مضيفات الخطوط الجوية العراقية من سنة 2013، صار عندي ظرف عائلي خاص، والدتي مريضة، اخذت اجازة، دزوا لي كتاب الفصل، ما قدرت ارجع. انا دار اقتصاد قسم السياحة ودارة الفنادق. من 2013 انا مضيفة طيران، انا وبنات وياي هم اكو مضيفات. حاولت اكثر من مره ارجع، والخطوط اصلا رايدتنا، قسمنا قسم التظيف رايدين اساسا، لان طلعوا هو تقاعد. فهي المحاوله الاخيره، واتمنى من سياده الوزير سياده رئيس الوزراء يرجعونا هالمره، اتمنى هذا الشيء. انت اليوم امام معهد السياحه. اي نعم. ما على شهادتك. بالعكس، واذا رجع بي الزمن هم اختار شهادتي، بس احنا هسه بعمار هاي فرصتنا الاخيره، بعد ما نقدر نقدم شيء. يا ريت هالمره ينصفونا، لان هواي ناس رجعوا. اشكرك. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي انه احنا اذا ما اردنا نتحدث عن هؤلاء الشريحه، انه ممكن بالسابق كانت الحكومات ما تستجيب الا بشعارات وهاشتاقات ومنشورات بالفيسبوك، فما نتمنى انه توصل مؤسساتنا الحكوميه، توصل الحكومه الى هذا المستوى، انه بسبب منشورات الفيسبوك قد تكون استجابه لهذه الشريحه وباقي الشرائح اللي موجوده بالمجتمع اللي عندهم حقوق بالوقت الحالي، فنتمنى انه من دولة رئيس الوزراء، من وزير النقل ينظر نظرة لهم وينهي موضوعهم بأقرب وقت. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.